فتح بلمسة واحدة، أحرك المقعدة. طيب قبل ما أبدأ التغطية كالعادة ندخل على تطبيق مستعمل. عندهم خدمة جديدة، الخدمة إنك أنت تقدر تكسب فلوس عن طريق تطبيق مستعمل. كل اللي عليك تدخل على أي إعلان، مو شرط. أنا أعطيكم مثال، ندخل كذا بعدين سوق الآن، نسخ، انشر في جروبات الواتساب، اي مكان. واي واحد اشترى السيارة عن طريق رابطك حتاخذ 50% من عمولة موقع مستعمل. الرابط هذا بيكون مربوط في عضويتك، فضروري تسجل وتنشر الرابط. بالتوفيق لكم يا رب. طبعا بامكانكم تحملون تطبيق مستعمل عن طريق ابل ستور، جوجل بلاي، وايضا متجر هواوي. طيب اخر شيء عندنا الشاشة الوسطية، بنشرح لكم. زي ما قلت لكم الشاشة هذه 14.6 انش، تدعم اللمس وايضا فيها الخريطة. طيب هذه هي الخريطة المستخدمين. طبعا لما نسوي زي كذا، الراحة بعد الوقوف، وضع المطر، الغزير، وضع الاستيقاظ، وضع الحلقة مثلا، ايش يصير؟ قم بتشغيل الوضع. اوكي، التكييف، نظام التكييف. طيب وضع الراحة. طيب كذا نقفل الوضع، وهنا سطوع الشاشة، الوسائط، التنقل، مكالمات واردة، بعدين هنا إغلاق الشاشة ونلمس كذا، بعدين أدخل شاشة. أوكي، هذا ما عرفت له كيف. قم بتشغيل وضع الموسيقى للضوء المحيط. أوكي، لما نشغل الميوزك فالإضاءات المحيطية حتعطيك جو الحفلة يعني. وبعدين هنا الساعة والواي فاي، هنا إذا شبكت الواي فاي، وأيضا لو حطيت الجوال على شاحن الوايرلس هنا بيبين معك. بعدين هنا الحساب، حساب واحد. شوفوا مجرد ما حركت المقعدة، التغييرات في إعدادات قمرة القيادة، سوي حفظ. فخلاص لو حطيت حساب اثنين الآن المقعدة رجعت لإعدادات. طب خليني أحط واحد. أيوة يا سلام. فإذا تخزين وضعيات المرتبة من هنا عن طريق الحساب. طيب بعدين تعديل من هنا، طبعا بشكل يدوي تقدر تسوي من هنا كل شيء. وأيضا عن طريق الشاشة أنت تقدر تتحكم بالمرايات، فمثلا المراية اللي هنا أتحكم وأسوي حفظ، مجرد ما أسوي استعادة ترجع لوضعها الطبيعي. بعدين هنا المقعدة، أحرك المقعدة، شوف على طول يعني تبغى تحفظ الوضعية هذه فبيسألك على طول. بعدين المراية جهة اليمين، تأثير الإضاءة، هنا الإضاءات المحيطية. حلو، طيب نجي هنا نختار الإضاءة. أول شيء الإضاءة المحيطية الداخلية، سطوع الضوء، وضع السرعة، وضع الموسيقى، بعدين الألوان. أيوة حلو، شوف الألوان الموجودة في السيارة. تقريبا في 64 لون، وأنا أعشق اللون هذا وكمان اللون هذا. هذا برضو حلو. هذا الناس أذواق، فأنا بوريكم كل الألوان هذه انتو شوفوا. هذا اللون كمان جميل. الإضاءات المحيطية هذه خلاص للحساب رقم واحد، خلاص يتم الحفظ في حساب رقم واحد. بعدين عرض خفيف، سماع بعرض الضوء الخارجي، يرجى بدء تشغيل المحرك واغلاق الضوء الامامي. اوكي حلو، رحلة شاسعة، رفع مستوى الصوت بلمسة واحدة، تأكيد. والله يسوي لكم جو، ينزل النوافذ وبعدين يشغل المود هذا مع الإضاءات اللي قدام. الإضاءات اللي قدام تسوي حركات وزي كذا، كأنك في حفلة فعليا. طيب لو أنا بنخرج من هنا، طبعا الصفحة هذه تدخلون الحساب، بعدين تدخلون هنا إعدادات قمرة القيادة، فهنا تلاقون كل الأشياء هذه وترجعون للصفحة بالطريقة هذه. طيب بعدين هنا عندنا إيش؟ النافذة، فتح بلمسة واحدة، إغلاق بلمسة واحدة، أو عن طريق التحكم على حسب الاحتياج. الباب الخلفي، جميع النوافذ، شوفوا من هنا أقدر أقفل جميع النوافذ ضغطة واحدة، وأقدر أفتح جميع النوافذ
ضغطة واحدة كل شيء عن طريق الشاشة هذه. وأيضا فيها البرنامج هذا إيزي كون، عن طريق البرنامج هذا تسوي انعكاس للبرامج الموجودة في جوالك. بعدين هنا جي اي سي نافيجيشن، الملاح الخاص لشركة جي اي سي. طبعا هنا عندنا تبريد وتسخين 3 درجات، وأيضا في الوضع الذكي. التسخين مو واضح لي هنا، لكن إن شاء الله لما نجرب القيادة. بعد من هنا التهوية الداخلية الخارجية، التهوية الأوتو. بعدين هنا وضع الخاص بتوزيع الهواء. بعدين من هنا تشغل المكيف. بعدين تطلع لنا الصفحة الخاصة بالتكييف، وفيها ميزة المزامنة ودرجة الحرارة منفصلة للسائق والراكب. بعدين هنا المنطقة الخلفية، التحكم بالتكييف الخلفي. بعدين هنا مشاهد، تدفئة سريعة، تبريد سريع، وهنا ممكن انت تخصص وتقدر تعدل. طيب بعدين هنا الايقونات الخاصة بالملاحة، اقدر اخلي كذا صفحة كاملة. وبعدين لما نضغط على علامة السيارة عندنا وضع القيادة، نختار بشكل يدوي من هنا عن طريق الشاشة أو عن طريق زر وضعيات القيادة. بعدين هنا نقفل ونشغل الحساسات. هنا نفصل مانع الانزلاق، ونشغل من هنا التصادم الأمامي، الحفاظ على المسار، المساعدة في نزول المنحدرات. وبعدين آخر شيء عندنا هنا تشغيل البروجيكتر، المعلومات الخاصة بالبروجيكتر، السطوع، بعدين تعديل الارتفاع، ترفع وتنزل، تعديل الزاوية يمين يسار. بعدين إعدادات معلومات العرض، يعني إيش الأشياء اللي تبغاها تظهر في البروجيكتر. عندنا نظام ملاحة، أيضا مساعدة التحكم في السرعة، معلومات حدود السرعة. في القائمة هذه عندنا الإعدادات، عندنا الإعدادات الرئيسية المعروفة لأغلب السيارات، مساحة تخزين. نجي هنا مساعدة القيادة، سجل وضع القيادة الحالي، مساعد القيادة الأفقية. هنا نظام المساعدة لتغيير المسار، تبغى توجيه أو تحذير أو التوجيه مع التحذير، الحفاظ على مسار الطوارئ، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ضبط مسافة التحذير، مساعد الفرامل النشط، مساعد القيادة للنقطة العمياء، كشف النقطة العمياء، تحذير من فتح الباب، يعني لما تفتح الباب السيارة بتحذر إذا في سيارة جاية أو شيء زي كذا. قفل تلقائي، قفل تلقائي ذكي، فتح تلقائي ذكي. قفل الباب التلقائي أكثر من 20 كيلو، أول ما تتعدى السرعة 20 كيلو متر في الساعة راح تأمن الأبواب من حالها. الباب الخلفي الذكي، فتح مع المنبه، يعني مجرد ما توقف عند الباب وتمرر رجلك الله يكرمك أتوقع حتفتح لك الشنطة الكهربائية. كل المميزات اللي في هذه السيارة بإمكانك تلغيها في حال إنه في ميزة انت ما انت حابها او حاب تلغيها. باب خلفي كهربائي، تخلي الباب عادي. بعدين هنا الحزم العالي المضاد للوهج، اوكي. هنا اضاءة عالي الاوتو، فتح تلقائي للمراية، امالة المراية الخارجية عند الرجوع للخلف، لما تحط على الريوس المرايات الجانبية هذه تنزل نزول، فمن هنا تختار اذا مراية واحدة يمين او يسار، إذا كل المرايات تختار هنا. مساحة تلقائية، وضع صيانة المساحة، هذا لما تضغط كده شوفوا المساحات تطلع، هذا نظام أوروبي هنا عشان تغير المساحات، وتضغط مرة ثانية ترجع المساحات. بعدين الدخول الذكي للسائق، نوافذ مغلقة تلقائيا مع قفل السيارة. هنا إعدادات التكييف، ضبط مكيف الهواء في الوضع التلقائي، الوضع الأوتو، تبغى أعلى شيء ولا تبغى منخفض متوسط، حساسية جودة الهواء عالي، تكييف الهواء الذاتي، التجفيف لو في رطوبة ولا شيء. بعدين هنا إعدادات العرض، هنا سطوع شاشة لوحة القيادة شوفوا. بعدين هنا شاشة عرض التكييف، يعني لما تطلع لكم صفحة التكييف كم ثانية الصفحة هذه تبغى تجلس، 5 ثواني، 10، 30 زي كذا. وحدة استهلاك الوقود، درجة الحرارة، وحدة الضغط، مجموعة الإضاءة الخلفية. مثلا شوفوا الإضاءات تبع المفاتيح هذه، شوفوا كيف صارت، أقدر أقفل الإضاءات. هذه الإضاءات الداخلية بشكل عام. تأثيرات صوتية، هنا تزبط الصوت، شوف مؤثرات صوت النظام البين. صراحة متحمس أبغى أعرف جودة الصوت في السيارة هذه كيف. بعدين من هنا تسوي إعدادات خاصة للصوت، توزيع الصوت، مهرجان، حجم الصوت عند بدء التشغيل، تقدر تلغي صوت البوري من هنا، صوت تحذير إضافي وصوت الوسائط، تأثير الصوت التفاعلي، تأثير صوت الواجهة. بعدين هنا الإعدادات العامة. طيب لي استفسارات بإمكانكم تمسحون الكود تتواصلون معهم، سواء معرفة الأسعار، العروض.